بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عاملين حلقة جديدة واثبات سحب جديد من الموقع ده. طبعا الموقع ده قلنا انه بيدي بونص بال25 دولار وبال100 دولار وبال25 15 والعشرة، فانا اداني 10 دولار. فنخش على البيرفكت ماني دلوقتي، ادانا 10 دولار في البيرفكت ماني. اول حاجة طبعا نروح على ايديت اكونت عشان نشوف احنا حاطين البيرفكت ماني ولا لا. البيرفكت ماني، بيرفكت ماني، باقي الورد بيرفكت ماني محطوطة. تمام، هنعمل باك هنا كده، هنشوف البيرفكت ماني. بس نعمل تسجيل 9 5 6 1 6 1 3. تمام، ونعمل على الكلمة دي. تمام، زي ما شايفين معانا، لا تقريبا الرقم غلط. تمام، زي ما شايفين كده معايا 0 دولار. هنروح كده على withdraw funds ونختار perfect money ونضغط 10 دولار. تمام، هنروح البنك بتاع perfect money، نعمل reload كده، أوعد تحميل معنا صفر. هندوس على كلمة continue بعدين confirm. البين كود طبعا احنا كنا عاملين 1 2 3 4 5 6، وهندوس confirm. وقال please done so you have reached the amount larger than your amount. كده الفلوس وصلت. يعني هنعمل إعادة تحميل، زي ما شايفين وصل لنا 9 دولار و95 سنت، يعني قول 10 دولار وصل لنا بونص من الموقع بعد 5 سنت عمول. فزي ما شايفين كان الموقع ادانا بونص، فالحقوا اعملوا له فيديو قبل ما يوصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.